الحقيقة الظرف لما جاني دلوقتي كنت متوقع حد انه يكون فاز، لكن بقى عكس توقعي. يعني مجرد ما انا سحبت الورقة وشفت الاسم اهو، ما تبصليش بقى. الحقيقة جاء عكس توقعي، لكن كان معانا النهاردة حسن الشال، كان معانا هيثم سالم، الاثنين حاولوا واجتهدوا وقدموا كل ما في وسعهم في خلال فترة وجيزة من تدريبات نجومنا اللي كانوا موجودين معاهم، سواء ياسر الزنكلوني مع هيثم أو محمد غزي مع حسن، لكن أكيد اللي فاز النهاردة معانا هو اللي فاز معانا النهاردة هو وقعوا بقى. لا لا، كل التوفيق ليك بجد، ما شاء الله عليك. الله المستعان. اللي فاز معانا النهارده يا جماعه، كان في بس حاجه صغيره كنت عايز ازود. اللجنه ما صوتتش. اللجنه فعلا ما صوتتش النهارده. الحقيقه هو اختلاف، لان اللجنه عملت ايكوال، يعني انا وبسيم اتفقنا ايكوال للاثنين. شو صوت؟ ف ما بتصوتش ليه يا دنت يا دنت؟ لا النهارده ما صوتناش، لان النتيجه ايكوال ما بين الاثنين. يعني خلاص يا بسيم، يعني تعادل اللي انت قلت لي عليه. خلاص على التعادل. حلو. وتم ابلاغ الكنترول من خلال طبعا الاعداد، الاستاذ محمد السوري والاستاذ احمد عزب المخرج، بان النتيجه ايكوال ما بين الاثنين، عشان كده ما اعلناهاش. مفيش حد فيهم كان بالنسبه لنا فارق عن الثاني بشكل كويس، لكن اللي فاز معانا النهارده هو سايبين الجمهور بقى هم اللي اللي فاز معانا النهارده هو اللي فاز معانا النهارده هو اللي هيكمل معانا الحلقه اللي جايه. ونقول كان معانا النهارده هيثم، كان معانا حسن، اللي فاز معانا النهارده هو هيثم سالم او حسن الشال. لا لا لا، لا انت شفت حاجه، هو فاز بالنسبه لي. لكن كل التحيه ليهم الاثنين، النهارده كانوا على مستوى عالي جدا. اللي فاز معانا النهارده هو هيثم سالم، ده بجد هيثم سالم. الف مبروك، الف مبروك لهيثم فوزه النهارده معانا. حلقه ولا احلى ولا اروع. كل التحيه لحسن، كل التحيه لهيثم. ان شاء الله باذن الله كل التوفيق. وخلي بالك يا حسن ان ممكن ان شاء الله لو عملنا تصويت ممكن الجمهور يرجعك تاني. وعايز اقول حاجه برضه يا استاذ يونس، ده مش